اخر حاجه نتكلم عليها الجزء بتاع الكوانتايزيشن. بيسكلي احنا لما بنعمل كوانتايزيشن زي ما اتفقنا بيبقى في عندنا كذا ليفل، وكذا ليفل دول السيجنال بتاعتنا مهما تكون لازم ان هي تبقى ايه، تبقى ابروكسيميتد الليفل قريب منها، ما نقدرش ان احنا ناخدها كانالوج فاليو او كريل تايم او ريل نمبر يعني. اوكي، فاللي بيحصل دلوقتي عندنا في الجزء دوت ان احنا دايما بيبقى في عندنا حاجه اسمها كوانتايزيشن ايرور، اللي هي عباره عن القيمه الحقيقيه اللي عند كل سامبل ماينس القيمه اللي انا عملت لها استيميشن او اللي انا عملت لها ابروكسيميشن باستعمال الكوانتايزيشن بتاعي ده. اوكي، فدايما بحاول امينيمايز الكوانتايزيشن ايرور ده بحيث ان هو ما يفرقش معايا في الابلكيشن بتاعي. على سبيل المثال في الدوبلر الترا ساوند سامبلنج، اوكي، لقينا ان احنا محتاجين من 12 ل 14 بيتس اوف سامبلنج، يعني كل سامبل تبقى الريزولوشن بتاعتها من 12 ل 14 بيتس. لو حصل ان احنا استعملنا حاجه اقل من كده، السيجنال بتاعت الدوبلر اللي هي السيجنال المفيده بتاعتنا، اوكي، بتبقى دايما سوبر امبوز على سيجنال كبيره جدا اللي هي بتاعت الكلاتر. الكلاتر دي يعني السيجنال اللي جايه لي من التيشوز اللي ما بتتحركش. اوكي، فاللي بيحصل نتيجه لكده لو احنا عملنا لور كوانتايزيشن هنلاقي ان الدوبلر سيجنال نفسها هتضيع، في حين ان الحاجه اللي هي مش مهمه اللي هي الكلاتر دي هي اللي تبقى موجوده وبس. فهنلاقي ان احنا اختيار الكوانتايزيشن بتاعنا معتمد احنا بنبص على ايه. اوكي، معتمد ان انا ببص على السيجنال بتاعتي تشوف الدايناميك رينج بتاعها عباره عن ايه، وعلى اساس كده بحدد السامبلنج ريت المناسب ليها بحيث ان انا ما اضيعش الجزء اللي انا مهتم بيه في السيجنال اللي انا بعملها سامبلنج.